وينضم معنا الآن السيد كميل الطويل، كاتب لبناني، ضيفا معنا في هذا الاستوديو. أهلا بك سيد كميل. يعني سأبدأ معك من ما هو المختلف في هذا المؤتمر؟ هل هو كغيره من المؤتمرات السابقة أم أن الأطراف التي دعمت هذا المؤتمر كانت مختلفة عن غيره؟ يعني واضح جدا أن الفرق الأساسي بين مؤتمر أستانا والمؤتمرات الأخرى المتعلقة بالأزمة السورية أن هذا المؤتمر تحديدا هو بين الحكومة السورية وممثلي الفصائل المسلحة على الأرض. المفاوضات السابقة التي كانت تجرى برعاية الأمم المتحدة وأطراف أخرى كانت تتم بين الحكومة السورية والمعارضة السياسية، وهذه المعارضة السياسية على الرغم أنها تشرف يعني رسميا على هذه الفصائل التي تقول أنها تتبع لها أو الكلمة النهائية هي للفصائل السياسية، الذي نجده في أستانا أن المفاوضات جرت تحديدا مع أطراف عسكرية مسلحة على الأرض، ونحن نعرف أن في المفاوضات في نهاية المطاف من يحمل السلاح ومن يمسك بالأرض هو الذي تكون له الكلمة الأساسية في أي مفاوضات تسوية سياسية. كما أن هناك أمرا آخر لافت للنظر أن هذه المفاوضات تجري تحت مظلة روسيا، وهي الطرف الأساسي الآن الذي يبدو ممسكا بالورقة السورية، بالإضافة إلى لاعبين إقليميين أساسيين هما تركيا وإيران، وكل منهما له الكلمة الأساسية سواء على النظام السوري أو على الفصائل المسلحة. ولكن الغرب أين هو من ذلك كله؟ يعني الاجتماع توصل إلى آلية تركية إيرانية روسية، إيران وروسيا، طهران وموسكو حليفان لدمشق لنظام الحكم نظام بشار الأسد. بالمقابل تركيا لديها هناك ربما بعض الملاحظات من قبل الفصائل المعارضة السورية تجاه تركيا. من يمثل أو يستطيع أن يقف إلى جانب القوى المعارضة في سوريا؟ هل تركيا فقط تمثل هذا الطرف المعارض أم لا؟ يعني يبدو واضحا في الأسابيع الماضية أن تركيا أمسكت بجزء أساسي من ورقة الفصائل السورية المعارضة. بالطبع هناك فصائل أخرى لا ترضى بأن تكون تحت المظلة التركية، نتحدث مثلا عن جبهة فتح الشام وفصائل أخرى أعتقد أنها موالية أو تابعة إلى حد ما إلى أيديولوجية تنظيم القاعدة، وهذه التنظيمات قد تتساهل أحيانا إزاء الدور التركي، لكنها في نهاية المطاف مستقلة إلى حد ما. الذي نشاهده حاليا أن الأتراك يدفعون بقوة على الأرض لتقوية الفصائل المعتدلة التي ممكن أن تسير في خطة ما للتسوية السياسية في سوريا، وهذه الفصائل بالطبع لا تتضمن جبهة فتح الشام. نعم سيد كميل، يعني إذا تحدثنا عن الموقف الروسي والذي كان على طول الخط داعما للرئيس السوري بشار الأسد، هل تبين في هذا المؤتمر بأن موقفه كان أكثر حيادية؟ يعني هذا ما لمسناه صراحة من كلام مسؤولي المعارضة السورية الذين شاركوا في مؤتمر أستانا. هم يقولون الآن أن الروس يبدو أن هناك تحول معين في موقف روسيا من الأزمة السورية. الروس يبدون إلى حد ما محايدين أو أنهم يحاولون الوصول إلى تسوية ما للأزمة السورية. كان لافتا جدا مثلا الكلام الذي صدر في وسائل الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية ومركز حميميم في سوريا، والذي اتهم صراحة الحكم السوري أو القوات المسلحة السورية بارتكاب انتهاكات أو خروقات لوقف النار. كان هذه المرة الأولى التي يقول فيها الروس علنا أن النظام وليس فقط المعارضة المسلحة هم من يقوم بخروق وقف النار. يعني ربما وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة ربما غير الكثير من المعادلات الشرق الأوسط المتعلقة بسوريا والعراق. نحن نتحدث الآن عن سوريا، ربما سيكون هناك نوع من التعاون الأمريكي الروسي تجاه الملف السوري، وليس كما في السابق كان هناك نوع من التناقض والتقاطع بين وجهتي النظر. الغرب بشكل عام، نخرج الولايات المتحدة من الأمر، الغرب فرنسا،
بريطانيا، الاتحاد الأوروبي اتجاه الملف السوري، كيف سيكون موقفه خاصة بعد خروج مقررات الأستانة بأن تركيا وإيران وموسكو هم الذين سيتابعون تطبيق إيقاف إطلاق النار ومراقبتها؟ يبدو واضحا أن الفترة الماضية شهدت ليس فقط تهميش للموقف الأمريكي من الأزمة السورية، ولكن عموما لكل الدول الغربية، ولكن هناك تحول يمكن أن يحصل قريبا جدا خلال شهور في فرنسا، وهو يحمل مؤشر قوي جدا يضر بالمعارضة السورية. نحن نعرف أن فرنسا في الفترة الماضية كانت أحد أبرز الداعمين الغربيين لفصائل المعارضة السورية. الذي نشاهده حاليا أن جميع المرشحين الأساسيين لمنصب الرئيس المقبل خلفا لفرانسوا أولوند كلهم يبدون أقرب إلى موقف النظام السوري من موقف المعارضة. إذن التغيير الأساسي هو أيضا ليس فقط في ما حصل في أمريكا بوصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، ولكن يمكن أن نشهد تداعيات مماثلة من خلال وصول زعماء لديهم رأي مختلف من الوضع في سوريا إلى دول أوروبية أخرى. نعم، إذن هل ستسحب تسويات أستانا ربما لتسويات إقليمية أخرى مثلا كالعراق؟ يعني في العراق يعني الذي نشاهده حاليا أن الأمريكيين منخرطون في شكل أكبر فيما يحصل في العراق، وهو ما لا نراه في سوريا، لمجرد أن في العراق حكومة منتخبة أو يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الدول الغربية. الذي نشاهده في سوريا أن هناك أمرا مختلفا، وهو أن الحكومة السورية بزعامة الرئيس بشار الأسد لا تحظى باعتراف من كافة الدول الغربية. ولكن هل يمكن أن تنطبق التسوية التي بدأت ملامحها تبدأ في أستانا على العراق؟ بالطبع الذي يمكن أن نشاهده في الفترة المقبلة بالطبع تقارب أكثر بين إدارة الرئيس ترامب وإدارة الرئيس بوتين في روسيا. طب نحن نتحدث عن التسوية من وجهة نظر القوى الإقليمية والدولية، ولكن ماذا عن بشار الأسد ونظام حكمه؟ يعني هل يمكن أن تشهد الأيام المقبلة، الأشهر المقبلة، نوع من الحلحلة في موقفه تجاه المعارضة السورية، تجاه العملية السياسية في سوريا، تجاه ربما إجراء انتخابات نزيهة وليس الفوز في الانتخابات بنسبة 99.9% كما يحصل في معظم الأنظمة العربية؟ يعني هناك كلام يروج على نطاق واسع، وأعتقد أن الروس أكدوه إلى حد ما، وهو أنهم سلموا فصائل المعارضة مسودة دستور جديد لسوريا. هذه المسودة الجديدة تتضمن إلى حد ما تقليص صلاحيات رئيس الدولة ومنح يعني صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء وللأقاليم السورية، يعني هي إلى حد ما لا مركزية. قد يكون ذلك مدخلا لبدء تسوية الأزمة في سوريا. قد نرى يعني في الفترة المقبلة تشكيل حكومة معينة تضم ممثلين عن فصائل المعارضة. قد نرى ربما تشكيلات من فصائل المعارضة تتشكل في إطار معين وتنسق مع الحكومة السورية أو القوات النظامية السورية بإشراف تركي وروسي وإيراني على الحرب ضد داعش وتنظيم جبهة النصرة. وفي نهاية المطاف كما يتخيل الروس، وهو يعني هذا التصور الرائج إلى حد كبير، وهو أن نصل إلى مرحلة ما تكون هناك دستور جديد لسوريا، ويتم وفق هذا الدستور تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. نعم السيد كمال طويل الكاتب اللبناني، شكرا جزيلا لك.